بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله نكمل الشابتر 1، نشوف اللي هو المقطع الأخير الثامن، ونشوف تعريف الراديشن. الراديشن the energy emitted by the matter in the form of electromagnetic waves. الطاقة اللي يبعثها جسم معين عن طريق إيش؟ طبعاً الإشعاع اللي هو عن طريق الإلكترومغناطيك waves or photons as a result of change in the electronic configuration of the atoms and molecules. طبعا الراديشن مثلا عندك هذا الإشعاع جاي في هذا الاتجاه، طبعا ممكن يسخن بادي آخر لكن ما فيه تواصل فيما اتصال فيما بين مباشرة عن طريق الإشعاع، أما الكوندكشن والكونفكشن فكان لازم يكون في تواصل ما بين الاثنين. Heat transfer study are interested. نحن هنا نهتم ب thermal radiation, which is the form of radiation emitted by اللي هو الراديشن اللي تبعثه الأجسام بسبب ارتفاع درجة حرارتها. Radiation is a volumetric phenomena. معناها all solid والliquid والgases تبعث أو تمتص أو تنقل اللي هو الراديشن to varying degrees. ودنا هنا نشوف اللي هو الماكسيموم ريت اوف راديشن that can be emitted for a surface at an absolute temperature TS. هذا الجسم اللي موجود عندي هنا ليه temperature TS، ايش هي اعلى شيء ممكن ينقله من الحرارة؟ اولا نستخدم ستيفن بولتسمان لو اللي هو اللي يعطينا هذه كمية ادخال الحرارة بالراديشن. يقول لك انه اذا ودك الماكسيمم فهو المفروض يكون بلاك بادي. البلاك بادي اللي هو الجسم الاسود تماما، فدائما تكون الامسيفيتي تبعه تكون تساوي الواحد، يعني يمتص جميع الراديشن اللي يوصل. اذا اللي هي القانون هذا الثابت ثابت ستيفن بولتسمان كونستانت ومعروفة قيمته. الـ AS اللي هي مساحة السطح هنا والـ TS اللي هي درجة حرارة. Black body the idealized surface that emit radiation at the maximum rate. Maximum rate اللي هو هذا. لكن الأجسام ما كلها black body. كلما قربت من الـ black body كلما كانت الـ epsilon تبعها أقرب للواحد. لاحظ أضفنا هنا للقانون اللي كان عندنا epsilon اللي هي الاميسيفيتي. في هذا التيبل يعطيك الاميسيفيتي تبع بعض العناصر، الالومنيوم فويل مثلا، بلاك بينت مثلا، الوود، الووتر. في كمان عندنا اللي هي الابسوربتيفيتي الامتصاصيه. طبعا انت عندك هنا كميه اشعاع تسقط على هذا السيرفس، على هذا السطح الموجود عندي هنا، في كمية منها حيتم امتصاصها، صح؟ هذه نقول إنها تساوي ألفا اللي هي الابسوربتيفيتي مضروبة في إيش؟ في الكيو إنسيدنت اللي هي اللي واصلة أصله، وفي جزء منها يتم انعكاس. البلاك بادي طبعاً أبسورب أنتاير راديشن، البلاك بادي يمتص جميع الراديشن اللي واصله، إذا كمان الألفا تبعه تساوي الواحد. Determination of the net of heat transfer by radiation between two surfaces ما بين سطحين يتعلق بإيش؟ The property of the surface طبيعة هذه الأسطح، هل هي سوداء، هل هي وطبيعتها والرفنس تبعها، وبعدين theory orientation relative to each other. مثلا في عندي هذول السطحين ما بينهم radiation، كلهم بدرجة حرارة بينهم radiation، هذا يختلف عن لو كان هذا السطح وهذا السطح، الاورينتيشن الاتجاه تبعه. مثل الطاقه الشمسيه هذا البلوك تبعها في اي اتجاه متجه. The interaction of the medium between the surface with radiation. Radiation is usually significant relative to conduction and natural convection. اذا تكلمنا عن natural convection والconduction فهما يعني يكون الراديشن سيغنيفيكانت، اما لو كنا فيه لكنه يعتبر مهمل
لو قارناه بالفورست كونفكشن. هنا عندك هذا الجسم له درجة حرارة تي اس، لكن هذا انت حاطه مثلا في داخل فرن، والفرن هذا درجة حرارته تي اس تي سراوندينغ، اذا القانون كمان تغير. لاحظ اضفنا ايش تي سراوندينغ تدخل في الحسابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.